لما نشوف هذه الأيقونة اللي قدامكم على طول نتذكر شركة نايكي، ولما نشوف هذه الأيقونة مباشرة بنتذكر شركة ماكدونالدز، ولما تشوفون هذه الأيقونة على طول بيخطر في بالكم شركة نينتندو. بل ممكن لما تشوفون هذيك الأيقونة حقت نينتندو ما تفكرون بس في نينتندو، بل ألعاب الفيديو بشكل كامل، لأن ماريو هو أيقونة نينتندو وهو أيقونة ألعاب الفيديو الأكبر في التاريخ. ولسنين طويلة حاول جميع منافسين نينتندو في سوق الألعاب الفيديو أنهم يصنعون منافسهم الخاص لماريو، لكن هل نجحوا في هذا الشيء؟ وهل في أحد منهم اقترب ولكن ما حقق هدفه؟ ومين فشل بشكل ذريع في المهمة؟ كل هذا وأكثر في الفيديو الجديد هنا على قناتنا في ترو جيمينج. بس قبل ما نبدأ يهمنا استمرار دعمكم الكبير لنا بمتابعتنا والاشتراك بقناتنا يا أروع المتابعين. وقبل ما نبدأ بالمنافسين خلونا نشوف نينتندو نفسها وكيف ومتى ابتكرت شخصية ماريو الأيقونية. مبتكر الشخصية هو أيقونة صناعة الألعاب شيجيرو ميياموتو، وأول ظهور لشخصية ماريو كان في عام 1981 في لعبة اسمها دونكي كونغ، ووقتها كان اسمه جامب مان لأنه رجل يمشي ويقفز فقط. واللعبة صدرت في صالات الأركيد ونجحت نجاح ساحق. ومع مرور الوقت شركة نينتندو قررت أنها تدخل إلى سوق الألعاب المنزلي بجهاز الـ NES أو كمبيوتر العائلة مثل ما كان يعرف عندنا. وأحد ألعاب الإطلاق للجهاز كانت لعبة سوبر ماريو بروز، وهو نفسه جامب مان ولكن صار عنده اسم الآن وهو ماريو، وعنده أخوه اسمه لويجي وشايل الغوريلا دونكي كونغ ووضعوا بداله ديناصور اسمه كوبا، واسلوب اللعب كان مغامرات. طبعا كلنا نعرف اللعبة ولكن موضوعنا هو شخصية ماريو، فخلونا نلقي نظرة تفصيلية على تصميمه ونعرف ايش هو سر نجاحه. اولا الشكل تغير وصار لماريو عيون لونها ازرق وتفاصيل وجهها اكثر من قبل، وملابسه كانت قريبة من جامب مان لكن الفرق كانت بالالوان، فصار فيه لون احمر وازرق، وهذه الالوان تجذب المشاهد لها وايضا ترمز الى البطوله تيمنا بالالوان الشخصيه الكوميك المشهوره سوبرمان، واسمه سوبر ماريو يعني مو ماريو عادي. ومن بعدها تصميم ماريو ظل على ما هو عليه ولكن يكون فيه اختلاف بعض التفاصيل الثانيه. الان خلونا نتكلم عن اول محاوله حقيقيه ويمكن الاقوى عبر التاريخ لصناعه منافس حقيقي لشخصيه ماريو. هذا الكلام صار في بداية التسعينات، وتحديداً وبطبيعة الحال المصدر المنافس هو الشركة اللي كانت تنافس نينتندو في سوق أجهزة الألعاب. نتكلم عن شركة سيجا العريقة. سيجا قررت أنها تصنع ماسكوت يتفوق على ماريو، وعشان كذا قررت أنه تصميمه يكون عكس ماريو تماماً. ماريو كانت ملامحه ملامح شخص طيب وبطل، ولكن سونيك تصميمه كان مبني على الفتى المشاكس اللي ما يلتزم بالقوانين، وسيجا سوت كذا لأن بتفكيرها أن ماريو موجه للصغار وسونيك راح يكون موجه للشباب أكثر من ماريو. طبعا سونيك قدر يكون منافس حقيقي لشخصية ماريو، للأسف منافسة سونيك لماريو كانت مؤقتة وما قدر سونيك يجاري ماريو اللي كان يتوسع ويكبر بشكل ما تصوره أحد. وخروج سيجا من سوق أجهزة الألعاب تلاه تحول سلسلة سونيك لسلسلة متواضعة من ناحية فنية ومن ناحية تجارية. نجاح ماريو كان مبهر للجميع، لذلك جميع المنافسين في سوق الألعاب كان أحد أهدافهم صناعة أيقونة خاصة فيهم شبيهة بماريو وتحقق نجاح مماثل. وعلى طاري التنافس أكيد بتحتاجون إلى نت سريع وما يقطع في اللحظات التنافسية وأنتم تلعبون أونلاين، وعشان كذا حاب أقول لكم عن الباقات المنزلية من زين ومزاياها الخرافية اللي يجيك معها اشتراكات جي فورس ناو وأيضا OSN ستريمينج مع مقوي واي فاي سواء كان الاشتراك 5G أو فايبر. ولمعلومات أكثر عن الباقات تركنا لكم رابط في الديسكريبشن. فخلونا الآن نرجع للمنافس الثاني. المنافس الثاني بطبيعة الحال كان سوني اللي دخلت سوق الألعاب بجهاز جديد في منتصف التسعينات. سوني أطلقت جهاز البلاي ستيشن في 1996 وكان يعتبر أول جهاز ألعاب بقوة 32 بت، وأحد ألعاب الإطلاق كانت لعبة اسمها كراش بانديكوت، وكانت من أوائل ألعاب المغامرات ثلاثية الأبعاد، وشخصية كراش أصبحت ماسكوت للبلاي ستيشن بحيث صار يظهر في الإعلانات الخاصة بالترويج عن جهاز البلاي ستيشن. ولكن إيش اللي يميز شخصية كراش؟ خلونا ننظر إلى تصميمه عن قرب. شخصية كراش كان عبارة عن حيوان يدعى بانديكوت، معناه أن سوني قررت تختار حيوان للماسكوت الخاص فيهم مثل ماسكوت سيجا مع سونيك اللي كان يعتبر قنفذ. كراش كان لابس جينز أزرق وحذاء أحمر نفس ألوان ملابس ماريو وأيضا سوبرمان، فهذه الألوان تدل على البطولة في الشخصية وتجذب المشاهد لها. لكن أكثر شيء كان يميز كراش هو وجهه، حيث كانت عيونه لونها أخضر وكبيرة وفمه كبير جدا مبتسم بإظهار أسنانه الكبيرة، وطبعا لابس قفاز مثل قفازات سائقين الدبابات. كراش استمر لفترة طويلة في عالم الألعاب وحقق أرقام قوية في إصداراته الأولية. مشكلة اللعبة أنها ما كانت مملوكة من سوني لكن من شركة يونيفرسال،
وبعد ما طلعت مسؤولية تطوير اللعبة من استوديو الشهير نوتي دوغ، دخلت اللعبة في نفق مظلم. صارت تصدر أجزاء كثيرة ومتنوعة، ولكن كراش ما عاد شخصية مربوطة بأجهزة سوني، وبدأ يصدر الأجهزة الأخرى، وفقد أحد الأشياء اللي تميزه بذلك. سوني حاولت تصنع نجاح مشابه لكراش عبر محاولات ثانية مثل التنين سبايرو والتمساح كروك، ولكن ولا واحد فيهم استطاع أن يكون الماسكوت لجهاز البلاي ستيشن. ومع ذلك سوني قررت أنها تبتكر عنوان جديد وهو Ape Escape، والماسكوت اللي فيه ما كان بطل اللعبة ولكن أحد القرود الأعداء فيها. طبعا تصميم القرد كان شكله لطيف، ولابس شورت ملون يختلف اللون كل فترة، وعلى رأسه ضوء سيفتي. سوني حاولت أنها تعزز للماسكوت بعمل تعاونات مع سلاسل ألعاب ناجحة مثل ميتل جير ومونستر هانتر، لكنها فشلت، وأصبح البلاي ستيشن من غير وجود ماسكوت رسمي له إلى يومنا هذا. وفقدت سوني الاهتمام بشكل كامل بصناعة منافس للأيقونة ماريو من نينتندو، واتخذت توجه سينمائي مختلف مع شخصياتها المعروفة. منافس آخر في السوق الألعاب لنينتندو هو شركة مايكروسوفت، وهي أيضا قررت أنها تجرب حظها بابتكار ماسكوت لجهاز الأكس بوكس الأصلي الأسود. وطبعا الجهاز وقتها كان منافس لأجهزة البلاي ستيشن 2 والنينتندو جيم كيو. الماسكوت اللي ابتكرتها مايكروسوفت كان اسمه بلينكس، وهو قط يملك مكنسة لها القدرة على التحكم في الزمن. ومايكروسوفت وقتها كانت تعتقد أن بلينكس راح يكون الماسكوت اللي راح يطيح ماريو من عرشه، ولكن فشل لأسباب كثيرة، وأول سبب كان اللعبة نفسها لأنها ما كانت ممتازة وحصلت على تقييم عادية جدا. وثاني سبب هو تصميم الشخصية. خلونا ناخذ نظرة مقربة على تصميم الشخصية. شخصية بلينكس كان عبارة عن حيوان قط ولابس منطلون وجاكيت باللون الأحمر والأزرق اللي كل الماسكوتس اختاروه، ولكن مشكلته كان في التصميم بلينكس نفسه لأنه ما كان فيه شيء مميز في وجهه. كان عبارة عن قط لابس ملابس ولا فيه ملامح أو شيء يميزه بطريقة كرتونية مثل سونيك وكراش. فأكثر شيء يدمر الماسكوت هو شكله لو كان فيه واقعية، وهذا اللي ما سمح لشخصية بلينكس أنها تنجح كماسكوت لجهاز الأكس بوكس. وبعدها ما حاولت مايكروسوفت أنها تصنع ماسكوت مرة ثانية، واكتفت بأن الماستر تشيف يكون هو أيقونتها الأبرز على مر السنين. لكن مهما كانت الشخصيات اللي قامت بتقديمها الشركات، ما قدرت أي منهم تحقق إنجازات ماريو. مو بس ماريو أطول نجاح زمني في عالم الألعاب واستمر فوق 35 سنة بدون تراجع، لكن اللعبة تفرعت منها الكثير من الإصدارات المختلفة مثل ألعاب القتال والرياضة والسباقات والرسم والألغاز. يعني ماريو لوحده يمثل مكتبة إصدارات كاملة. مو بس كذا، حتى الشخصيات الفرعية من ماريو قدر يكون لها ألعابها الخاصة وتصنع نجاح منها مثل لويجيز مانشن، واريو وير، وكابتن تود وغيرهم. وهذا اللي يخلي ماريو هو أيقونة ألعاب الفيديو الخالدة وواحد من كنوز الصناعة اللي تملكه نينتندو، وسمح لها إلى يومنا هذا بأنها تحقق الصدارة في سوق ألعاب الفيديو الواسع. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدعمونا باللايك ونشره، ويعطيكم العافية على المتابعة، ومع السلامة.